hai vợ chồng tôi vào đấy thì đã bị một tội thần tiền số 6 đó, bị bắt. Làm từ trong trại giam, trong thời gian đi trại giam. هذه الأعمال التي يرسلها لنا ابني من السجن تعطينا القوة لمواصلة المطالبة بالعدالة والحرية له. عندما أرى مجسمات الحيوانات أعرف أن ابني في حالة مستقرة بما يكفي لصنع هذه الأشياء، وهو متماسك على الصعيد النفسي ويقف إلى جانبنا لمواصلة معركتنا من أجله. Mm-hmm.